السلام عليكم. وعليكم السلام. كدير لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله الله يرحم والديك. كيف بقى الزوج ديالك؟ الله يرحم والديك شويه الله يرحم والديك. ما درا واش تكلف لي شي واحد بالعمليه ولا لا؟ وغدا قال لك عيجي ديها من الطبيب. بغيت غير نستشر معاك على داك الفيديو اللي خرجتو به في هذيك القناه. شنو الفيديو؟ اللي سجلتو مع هذيك القناة قلتو بأن داك السيد جا تفلى عليكم وبغى يشفركم و... أنا بنتي ما هادي شي يا بنتي ما أوليدي الله يرحم والديك ما عرفش شني وقع أنا واحد جنينة يا الله ما عرفنا شني وقع الله يحفظ ما عرفنا شي هاد الشي اللي وقع هو الناس ما عملوا عين الخير الصراحة ولا اللي سجلتو معاهم ديك ديك الجريدة اللي سجلتو معاهم ما عرف كيفاش وقع أي ها ما عرف كيفاش وقع هاد الشي والله لا حول ولا قوة إلا بالله عرفنا شي كيفاش وقع. انا عرفتيني شكون الرجل شكون تينا انا اللي جيت مع هذاك السيد اللي جينا من كازا انت اللي جيتي معاه حيت انا جيت ولكن هذاك الشيء اللي قلته في الفيديو راه ما كاينش منه لا ما كاينش ما مسقوله لا حول ولا قوه الا بالله ولكن نتوما كتقولوا بفمكم بان داك السيد بغى ينصب عليكم وبغى يدي لكم فلوسكم وبغى انا قلت لك الراجل مريض دخل عند واحد الهادي دار واحد بالقيس واحد هادي بدا كيهضر ما عرفش كيقول لا حول ولا قوه الا بالله حنا ما عرفناش كيفاش وقع هذا الشيء ولكن شكون هذاك السيد جا بغى يدير خير قالوا مسكن عين الخير قالوا عين الخير مسكن قالوا عين كلمة الخير والله ما نعرف كيفاش تقول جا عندكم من كازا جا عندكم من كازا اي عرفتي جا من كازا عطاكم في عمرة وعطى راجلك عمرة وبغى يجي لكم الكازا وعطاكم الفلوس من جيبه من عنده ورجعتوه في الاخر شفار حشومة سمحنا الشريف الله يجازيك بخير سمعنا سمع وانا كنت معاكم انا شاهد على داك الشيء ما سمع الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين اسيدي انا حنا هددونا الله يرحم الوالدين قال لك يا ودي الا بنك بغيتي وقفوا معاه الناس وبغيتي في المثال بنك الناس ما تنصاحبش وهاد المحامين ما ينصاحبوش هاد الناس هادو ما خصهمش يوقفوا معاك ولكن هو جاو عندكم جرائد قالوا ليه خرج بانهم جراو عليك من الدار ما بغاوش تكلف ليهم بالعمليه وقال لهم لا ما نوقفش في رزق هذا السيد انا غنمشي في حالاتي ومشى في حالاته وخرج في فيديو وشكركم وقال الله يعمرها دار وناس دراوش والسيد مريض وكنتمنى من هنا للقدام يتصلوا بي انا خليت لهم نمره وقال كلمه زوينه ونتو نتوما يا خرجتوا بواحد الكلمه واحده اخرى بانه السيد شفار السيد داير السيد بغى يسرقكم السيد بغى ولكن في الاخر تخرجوا لي بواحد الفيديو تخرجوا لي على حياته تكذبوا راه كذبتوا دابا لا ماشي كذبنا لا كذبتوا هذيك الهضره كامله ما منها والو معني هذا قول هذا هما اللي قالوا ماشي حنايا هما اللي قالوا قال لك يا ودي راه هو اللي قالها وهما قالوا الشريف هما اللي قالوا له الراجل مريض وما عرفش راسو كيفاش خرج له الراجل مريض وقراوا هذه الكلمه قالوا له يا ودي هذا الراجل هذا غير غيضحك عليك راه ما يعمل لك حتى شي حاجه هذا غير جاي يطبع انا معاك لالا الراجل مسكين مريض ما عرفش راسو علاش باش نعم مريض ياك الراجل مريض بقى كيدخل ويخرج بالهضره ونسينا مريضه باش تخرجي وتدخلي في هذه الهضره لا انا ماشي مريضه الشريف انا مي قال هو الطبي معاهم زادوني قالوا لي يا ودي قالوا لي شوف الا نسينا عيوقفوا قال لي عرفتي قال لي باغي بنك يوقفوا معاه الناس قلت له اه باغي قال لي باغي المحاميين ما ينصحوش والناس الطنجه توقف مع بنات قلت له والله يا ودي باغي قال لي هذا الراجل هذا خصك ترفضو وهذا الراجل هذا نصاب وغير كيضحك عليكم ما كاين هذا شي حاجه وعمره ما عمل شي حاجه انا ما كذبش عليك انا ابنك بان ماشي رفضو وابنك معي وقف ما فطنتي والله ما فطنت انا متفق معك انا يعني انت بغيتي انا دابا اسمعني وانا دابا باغيه الى جاون عندي هاد الصحابيه انا غنعتذر له انا غنعتذر لهذا الانسان او عايدك في الصحافه غنعتذر وغنقول لهم هذا الانسان اللي جا عندنا ما عمل فينا غير الخير وانا ما عرفتش انا قلبوا لي راسي وضحكوا عليا وقالوا لي بانه هو ما نعرف كيفاش ماشي مزيان وديك الشيء انا ما فطنتي وهذا الراجل انا ما شفت منه غير الخير انا
كنتاسف على هذا الشيء وسمح لي الله يرحم الوالدين. لا حيت بقى فينا انا حنا ملي دخلنا عندكم قلنا ما تصوروش، قلنا لكم حنا ما تيهمناش التصوير، حنا تيهمنا داك السيد يوقف على رجليه. قلنا قال لكم عطيني من بالله وقفت نشد لكم الوطين شوف ولكن في الاخر قلت الله يرحم الوالدين، ولكن كانت اسوء احنا يقلبون المقد ديالنا وحرطوا في المثال وانا الكي اللي دبني ودود راجلي كفايه انا ما عرفتش راسي حتى كيفاش قلبوا لي راسي. كانوا اربعه ديال الجرائد كلهم قالوا لي غتخرج به بالتصريح تقول هذيك الهضره اللي قالوا لي اللي قلتوا لي نتوما. قال لهم لا انا ما بغيتش نوقف في رزق هذاك السيد، يعني هو فكر لكم نتوما وانتوما فكرتوش لي، كتخرجوا كتقولوا بانه نصاب داير فاعل سارق ماشي ديالنا هذه الهضره ديالهم. حنايا بحال اللي قرونا حنايا هذه الكلمه هذه اللي خرجنا ماشي من قلبنا. انا ما نكذبش عليك هذه يومين من نهارها من ديك الساعه ما بقاتش كطيح لقمه في الكرشي حتى ما يمشاو. هذه عاد بديت كنقولها ويلي شنو قلت شنو نعمل لي هذا حيت هذاك السيد ما كيتسناش ياخذ من على ظهركم نتوما الفلوس. هذاك السيد اصلا لاباس عليه عنده هو ما يمكنش يجي حتى لعندكم نتوما باش يطلع فيكم وياخذ ديال واحد السيد اللي هو محتاج وياخذ. هددوني بابن الله يرحم الوالدين وفهمني رانا ام انا هددوني بابني خافت. قلت اذا كانوا هاد المسطنجة اللي واقفين دابا معاه وكيف يقولوا لي ابنك زعما ان شاء الله ما عنا نعملوا معاك اكثر من الجهد عيحيدوا كاملين ابني ماشي يبقى على ماشي يمشي فيها. حرقني قلبي ما فطنتش تا قلت ديك الكلمات هذوك وانا كنتاسف. انا كنت رجع يسمح لي وانا ان شاء الله يسمح لك ولكن انا ما غيسمحش لك بهذه الطريقه. خاصك انتي تخرجي كيف ما خرجتي في فيديو وكتقولي على انه شفار وانه دار واخا هو ما محتاجش لك انتي ولا محتاج لواحد اخر عنده رزقه، ولكن خاصك انتي تخرجي بنفس الفيديو ونفس القناه تخرجي باعتذار لانه هو لا جاي يديركم في دماغه راه غيدير بزاف ديال الحوايج. وشحال من جريده قالت لي خرج ضد هذوك الناس حيت كون خرج ضدكم بهذوك الجرائد اللي كانوا تما والله واحد ما يشوف جهتكم لانه هو معروف ماشي غيتعرف بكم نتوما. سولوا عليه واش هو مخلي خدمتو مخلي بزاف ديال الحوايج وغادي تال عندكم فايق مع 6 ديال الصباح وغادي تال عندكم وفي الاخر ترجعوه شفار. ولكن ماشي حنا اللي مخرجين هاد الشيء يا الشريف ماشي حنايا. الناس اللي ضده حنايا عندكم ما غايقولوش الناس اللي ضده راه غايقولوا هما. ولكن هما اللي مقارينا هاد الشيء هما اللي ضده هما اللي فهمونا. حنا ما كنعرفوش ما كنعرفوش كيف النوى الحاله ديالو. اللي كيعرفوه هما اللي قالوا هاد الهضره قراوها انا بالعربيه. هو راه خاصكم تصلحوا الامر. هو الامر اللي غنصلحوا انا قلت لك الا جا شي صحفي اخر راه حنايا غنعتذروا له ويجازيك بخير وقول له يسمح لنا. وانا بغيت نهضر غير في الفيديو عادي قال لك يودي هذاك والو خصك تهضر في الصحافه والصحافه دابا معني انا عاود ان شاء الله يا ربي نهار 5 ولا 3 غنشوف الجلسه دبني فيا سكزكوز والا جا شي صحفي انا غنعتذر له عن الا جاو سالوا لي وديك الشيء غنعتذر. هادشي اللي كنقدر ان شاء الله نقول له يسمح لنا الله يرحم الوالد يقول له يسمح لنا. اي والله ما يديش على الهضره هذاك بعد الراجل مريض. انا قلت هذاك بعد كتبته انا والله ما تحبليش هو اللي هضر. انا حتى دخلت دابا سمعت في الاوديو انا مي كان معاه نتاخر دخلوا لعندو والله ما عرفتش اللي كيقولوا له. انا بيدي فهمني مي سمعت الراجل كيقول هيدا انتوما عندكم النمره ديالو حاول تعيطوا ليه على الاقل شرحي لي هاد الامور اللي وقعات بينك وبينه حيت هو اشرح له دابا هو شاف الفيديو تصدم. اي والله يرحم الوالدين الهضره ديالي مي انا ما قلت حتى شي حاجه انا غير قالوا لي ودي وقال جاب الطبيب وقلت لهم زعما ما جابو الطبيب ما التقم الطبي قلت لهم انا ما جابو الطبيب زعما جاب هو جاب معاه صحفي وجا هويا السيد اللي معاه على الاساس باش يجيبوا السيد عند الجنه الكبار. الله يرحم الوالد واسمع الله يرحم الوالدين صمت على قالوا مي كان طالع في مي كان الفيديو مي كان طالع في الكونترول ديك الشيء وصاف وحده ومن اللي جلس معاكم على من اتصل
مع من تصل ومع من دواء الدكتور اللي عمله العمليه تصل بالدكتور اللي عمله العمليه وتصل بالمستشفى اللي كاين في كازا وتصل بالمستشفى اللي كاين في الرباط وخذا لك خذا لكم موعد غتعني مرحبا وليدي معني حاضر وخذا لكم موعد في كازا وخذا لكم موعد في الرباط وقال لكم ندي وجيتي انت قلتي لي ما يقدرش ينوض هذا السيد قال لكم انا غنصيفط لكم الشيفور نهار الاربعاء وغتفوتوا الاربعاء وغنشد لكم لوطيل وغيشد لكم لوطيل وغيجيب لكم الشيفور وغيجيب لكم كل شيء اي قرار الله يجزيه بسر احنا مأمنين بهذا الشيء اللي عمل كامل وكانت اسهوله ولكن انا قلت لك من جهه اخرى هذا الكلام اللي قالوا لي لا هذا الراجل انا واخا قالوا لي في الاعومه حسب كيقول قالوا لي هذا الراجل ما يوقفش معك مره ولكن انا قلت من الراجل جا مسكين من دار هنايا انا على الرحب به وندخلو وما كاين حتى شي مشكل وهاد المحامين اللي قالوا يا ودي ماشي ينصحبوا بغاو يوقفوا يوقفوا حتى طارت لهم ديك المحامي المحاميه وقالت لك علاش نقول هاد الهضره الا بغاو يوقفوا يوقفوا قلت لها انا واقفه في الضب الله الحبيب انا ما كيهمني حتى شي واحد ولكن ما يخوفوني قالوا لي يا ودي نتينا الا ما عملتيش هذا الشيء راه ابنك ماشي المحامين عين صاحبه والناس اللي في طنجه واقفين مع ابنك كاملين عاي حيدوا خافت قلت لا يا ودي انا ولاد بلادي اولى من الناس اللي بعادي هذا الشيء باش انا غلطت وقلت هاد الهضره ودابا الله يرحم الوالدين انا كنتاسف ما يديوش عليا ما يديوش على الراجل اللي مسكين مريض انا نقول له قلبوا له راسو بالعاد بتبجغيط واللي عطى الله هو هذا دابا اللي كثر دابا الا كان شي باقي من هذا في الحياه وكان عندكم شي حاجه انا غنعتذر له ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هادشي اللي نقدر نقول له ما عندي حتى شي جوده يكون خير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله الله يرحم الوالدين خايلا سمعوا له ووصلوا له قول له زعما كنتاسف بزاف وربي عاف عليا انا والله ما عرفتش كيفاش حتى مش عاد بديت كنقول اوعدي انا شني عملت وشني قلت انا هادشي هذا ماشي ديالي ماشي مصوب ان نقول انا هادشي هذا واللي عطى الله هو هذا دابا يكون خير ان شاء الله الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير وانتم ما بقيتوا فينا غير خير الصراحه حظ الله اللي عطى الله هو هذا السلام عليكم السلام